السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الو السلام عليكم. سلام وليدي. مرحبا لاله فاطمة. داير لاباس؟ الله يبارك فيك لاله. كنت هضرت معاك واحد الخطرة شي عامين هادي. اياه اياه لاله. مرحبا لاله فاطمة. قلت لك دعا عليا مع ولدي مات لي في كادير. اياه قلت عليك الله يرحمه. عقلت. اياه الله يرحمه ووسع عليه الرحمات. امين. انا لله وانا اليه راجعون. امين يا ربي. لا اله الا الله. وكيف بقيتي لاله فاطمه خاطرك يبقى من وليدك؟ وشويه شويه باقا تنبكي. الكبده حاره لاله فاطمه، الكبده صعيبه. باقا تنبكي بزاف. ما تصبريش لاله، نعذرك لاله نعذرك. لا اله الا الله. وتكدى عليا مع ولدي. عدي وليد. الله يحفظه ليك يا رب. وتكدى عليا معاه الله يحفظه ويحفظ لي وليداته وبنياته. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. انا راضيه عليه وانا كنت من سيد ربي من المستمعين، انا راضيه عليه الله يرزقه رزق. اللهم امين. سعداته سعداته سعداته. انا راضيه عليه. هنيئا له هنيئا له. لا اله الا الله. ويتكدى عليا مع ولدي بزاف 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 مع ولدي مع لا. مصطفى انا راضيه عليه. لا 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 فاطمة، السي مصطفى هذا السي مصطفى كيفاش كيتعامل معاك؟ على شنو اللي خلاك ترضي عليه هذا الرضا كله؟ يساعد معايا بزاف بزاف. لا تقلقت، هو لا كنت انا مريضة هو ما كياكلش، كنت تقلقت هو كيتقلق معايا. الله الله الله. كيديرها معايا. لا اله الا الله. اي نوضي يوصل لي عينيا يوصل لي رجليا، انا راضية عليه انا طالبة ليه الرزق. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. لا اله الا الله هنيئا له. انا راضيه عليه. سعداته. ولا لا فاطمه انا راضيه عليه، انا كان من المستمعين سمعونا انا راضيه عليه. بغيتو يبقى تيدفني، انا ما بغيتش نبقى ورا ولادي، انا بغيتو يبقى تيدفني. الله يطول عمرك الله يطول عمرك لاله. لا اله لا لا فاطمه، لو ذكرتينا كيفاش تشوف لك الوليد الاول في اكادير؟ وعجم جا عدي. اييه جا بي الخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاث مشى ما ركبش، الاربعة مشى ركب كان صوني ليه ما كيردش عليا. الله اكبر. مني صونا الخوك اللي تعالى راه خوك مريض. ايه مني قالوا لي راه مريض مني مشيت للجمعة قلت صافي توفى. الله اكبر. وقفوا معايا لله وانا اليه راجعون. شي ناس من دابيل. اييه هما كيجيونا في الدم. واحد كيقول لي السي محمد وقف معنا بشعيب وبشعيب كاع وقفوا معنا. الله اكبر. وقف معنا السي محمد وعبد القادر الله يكثر خيره الله يخلي ليه وليده. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا, لا فاطمه، ملي توفى الوليد ديالك شحال كان السن ديالو؟ كان 23. 20 عام. الله اكبر. الله اكبر. وبالنسبه للملابس ديالو والامتعه ديالو باقا محتفظه بها ولا تصدقتي بها؟ باقا بالتاور وبالحوايج وباقا كل شيء. الا شفتيهم اش كيوقع لك لاله فاطمه؟ كنبكي كنبكي. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. والحمد لله ربي عوضك بالسي مصطفى. السي مصطفى كنبكي اللي كنبكي واش ما واعرش لي. لا 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 فاطمه، البكاء الخفيف البكاء الخفيف. يقول لي انا راه كتبكي حرقتيه راه هكا هو كان كيقولها لي الله يرحمه. اييه كان يقول لي امي الا مات شي واحد ما تخليش الدمعه توصل للخد كيبكوا ما يبقاش الناس يبكوا. لا اله الا الله. انا لله ولله راجعون. اييه انا كيوصي على راسه. لا اله الا الله للفاطمه. لا اله الا الله. كيوصي مسكين كان عارف كان حاس. كان عارف قاري كان حاس مسكين. لا اله الا الله. الله يرحمه رحمه واسعه. لا اله الا الله. امين يا ربي. وترحم لي على الوالد الله يرحمه حتى هو. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. لا اله الا الله. كنشكرك لاله فاطمه كنشكرك. وهذا نطلب الله تعالى يرحم العائله جمعاء. يا ربي. وليدي راه كنهضر معاك راه كامله كنتراعد كامله قلبي وكل شيء كيتراعد. الله يحسن عوانك لاله فاطمه على الشيء اللي وقع لك سهل. هادشي كثير لاله فاطمه. الله يحفظك ويحفظ لك الوليدات وينور طريقك يا ربي يا كريم. لا اله الا الله. لالا فاطمة من شيشاوة كنتذكر هذه سنتين سنتين كنا درنا واحد الحلقة وكنت عشت واحد المأساة مع واحد الصديق ديالي. كنا جايين من الديار المقدسة إلى راجعين وعنده واحد الوليد
كان سميتو عصام، هذاك الوليد جميل وناجح ومتميز من الطفوله ديالو، هو كيقري احسن تعليم وكيواظب على الاخلاق ديالو والسلوك ديالو استثمار. هذا السيد الصديق ديالي ما قاريش، انقطع عن الدراسه مبكر لانه خصو يعاون والديه في العمل وجمع الفلوس ودار الثروه، وقال غنستثمر في ولدي، نستثمر فيه، داكشي اللي نقصني انايا من التعليم غنخلي ولدي احسن تعليم. وفعلا الدري تبارك الله قرا في المغرب وسافر خارج ارض الوطن، مشى لثلاث قارات، قرا في اوروبا وقرا في امريكا الجنوبيه وقرا في الدول العربيه وخد خبرات كبيره. وتبارك الله الدري ما تعزد بين الشباب الا هو، من اللي رجع من السفر حصل على عمل جيد جيد جدا براتب اجره شهريه عاليه جدا، وباقي صغير 23 سنة كي يأخذ مسؤول كبير. ويقال ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير. اللي وقع هو أنه خرج يصلي صلاة الفجر، كي يخدم بالليل واحد الشركة، وخرج كيجري باش يدرك معهم تكبيرة الأولى ديال الإحرام، وغادي بواحد السرعة كبيرة، فإذا بشاحنة ديال الشركة غيتلقى هو وياها في الكروازمة، وغادي تكون ضربة قاضية وغادي يموت داك الوليد. وكانت مأساة، عشت مع صديقي هذا المأساة تاع الوليد ديالو. كان مسكين كيضرب أخماس في أسنان، أخماس في أسنان، وكيقول ما قيمة هاد الحياة، قريت تعبت شقيت مشيت للمدارس درت كل جهدي، الوقت اللي يلا تخرج بثلاث شهور التحق بالرفيق الأعلى وكتب لي أنني غسلت هاد الوليد وكله دماء. وتأثرت به تأثر عميق. كنذكر ديك الأيام دي منذ سنتين كنا في هذا البرنامج درنا حلقة خاصة بموت البغتة اللي مات له ولده أو فلدت كبده. هناك فرق بين أن يموت لك الأصول وبين أن يموت لك الفروع. إلا مات لك الأصول كتحزن كثير، مات لك الجد أو الجدة كتحزن، إذا مات لك الأب أو الأم كتحزن، أو الخال أو الخالة أو العم أو العمة حزن عميق، هذو كتسموا الأصول. لكن من لك يموت لك الفروع، الحزن الذي ينتابك كتهد لما تلك الأولاد أو لما تلك الأحفاد، الكبدة المعودة يوقع واحد الهد كامل. كنذكر ديك الساعة درنا هذا الموضوع وتكلمنا عليه، وجاتنا مكالمات هاتفية من عدد كبير من المغاربة والمغربيات الذين روزئوا في أولادهم. كانت حلقات مؤلمة، حتى أن الإدارة ديال الإذاعة قالوا لي أرجوك كف عن مثل هذه المواضيع لأنها تشعل الحزن في القلوب، احنا ما بغينا حزن، بغينا أفراح وبغينا مسرات. وكنذكر ديك اللحظة للا فاطمة من شيشاوة حتى اتصلت بينا وقتلنا على وليدها اللي مات في أكادير. هذه أحجان وأشجان نسأل الله تعالى أن لا يعيدها علينا، ويحفظ الله تعالى جميع الأولاد والبنات، يحفظهم في السفر والحضر والذهاب والإياب. اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، وأطل أعمارهم وأقر بهم عيون والديهم. للا فاطمة، الوليد ديالك من اللي مات راه فعلا كان يعلم بأنه سوف يتوفى، ملي قال لك أمي ما تبكيش وكيك يوصي فيك، راه الميت قبل أن يودع بأربعين يوما يكون عارف بأنه مودع، لكنه لا يستطيع أن يصرح بها، ولكن مشاعره وخواطره كلها تعلم بأنه مودع. الوليد ديالك من اللي مات بحادثة راه يعتبر إن شاء الله شهيد، يعطيه الله تعالى مقام الشهادة يوم القيامة. وليدك قبل ما يتوفى وصاك قال لك ما تبكيش، وانت مازالك تبكي. البكاء المحرم للا فاطمة هو البكاء اللي فيه الندب وشق الجيوب، الذين يندبون الخدود ويشقون الجيوب وكاين تفراس، هذا هو اللي محرم، دعاء الجاهلية. أما البكاء الخفيف ملي كيبيوت لك شي واحد حبيب أو قريب وكتبكي واحد البكاء، هذاك دليل على قوة إيمانك ويقينك والرحمة اللي في القلب ديالك. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما توفى له فلدة كبده إبراهيم وعمره حوالي سنتين طفل، وكان يعاني من حمى شديدة،
سيدنا النبي بكى وسكبت دموعه على خديه حتى ابتلت لحيته. جاء عنده واحد الأعرابي قال لي أنت نبي وتبكي؟ قال لي من لم يبكي لا رحمة في قلبه. البكاء دليل الرحمة، البكاء الخفيف دليل على أن الإنسان في قلبه رحمة، اللي منهي عنه هو شق الجيوب وندب الخدود ونتف الشعور، هذا هو اللي منهي عنه. ماذا نقول إذا مات لنا حبيب أو قريب؟ كان النبي الكريم يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان قوقل إن لله وإن إليه راجعون هي المسكن، هي المسكن للآلام والمتاعب في القلب. للا فاطمة إن شاء الله ولدك غادي يكون من الشهداء، يوشح بوسام شهيد من درجة عالية عند رب العالمين يوم القيامة، ويزيده فضل آخر يعطيه مقام الشفاعة. اللي كيموت بغتة لأطفال الصغار واللي كيموت موتة شديدة كيعطي الله مقام الشهادة زائد الشفاعة، يشفع لآل بيته. للا فاطمة أنا كنعذرك بأن الحزن غادي يبقى معك، كنعرف سيدات ماتوا لهم ولدتهم موتة غير منتظرة، مرت 20 عام و30 عام وكأن الفاجعة يلا وقعت بالأمس. هذا من رحمة الله في قلوب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ربنا عز وجل نقول له لا نقول إلا ما يرضي الله، نسلم الأمر لصاحب الأمر. للا فاطمة ربي غيطرح لك البركة في الوليد اللي بقى، سي مصطفى هذاك راه ماشي وحده اللي مهدي، ربي اللي هداه لك وربي بغي يعوضك فيه، وجعل فيه الحنان وجعل فيه الرحمة وجعل فيه المودة، وكيحاول ما أمكن يساعدك. هنيئا لك بهذا الوليد، طلبوا الله تعالى في هذا المقام الله يصلحه ويبارك فيه ويعطيه المدد ويحفظ له الله ولداته وزوجته وعائلته وحبابه. وذاك اللي توفى اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكن فسيح الجنات وارحم جميع الأموات، اللهم أمين يا رب. وهذه دعوة لكل من عنده أم يعتني بها يرحمها ويسعد قلبها، فإن أمهاتنا هم أبواب الجنة لنا فوق الأرض. رحم الله جميع الأمهات وبارك الله في من لازلنا على قيد الحياة، اللهم أطل أعمارهن واجعل وقتهن بالذكر معمور، اللهم أمين يا رب العالمين.